السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إسراء صبري. أهلا وسهلا بيكم في اللو كارنا بتاعتنا. المرة اللي فاتت كنا الحمد لله خلصنا التترا سايكلين اللي هي كانت أول علبة عندنا في درج النون بيتا لاكتان. جيت دور النهاردة عشان خاطر ناخد علبة الأمينو جلايكوسايد واللي هي تاني علبة عندنا في درج النون بيتا لاكتان. نشوف الكونتنت بتاع أو المحتوى بتاع الفيديو النهاردة هيبقى إيه عشان بس نبقى ماشيين مع بعض. اول حاجه ان شاء الله هيبقى الديفينيشن او التعريف بتاع الامينو جلايكوسايد. تاني حاجه عندنا ميكانيزم اوف اكشن اللي هي طريقه الشغل بتاعه الامينو جلايكوسايد. تالت حاجه عندنا السايد افكت اللي هي الاعراض الجانبيه. رابع حاجه اليوزز اللي هو الاستخدامات. وخامس حاجه ان شاء الله المشاكل بتاعه مركب الامينو جلايكوسايد. خليكم معايا. بسم الله. في اول حاجه عندنا في الامينو جلايكوسايد وهو التعريف بتاع كلمه الامينو جلايكوسايد. يعني ايه امينو جلايكوسايد؟ امينو يعني حاجه فيها ان اتش 2 فيها نيتروجين، تمام. جلايكوسايد يعني حاجه فيها سكر. هنفهم اكتر بالستراكشر، ان الاستراكشر بتاعي بيبقى مكون من قسمين. القسم الاول بيبقى حلقه بنزين فيها ان اتش 2 وحاجات تانية وماسك لي فيها سكر، تمام. ده كده الديفينيشن. تاني حاجه كنا اتفقنا ان احنا نتكلم عليها هي الميكانيزم اوف اكشن بتاع الامينو جلايكوسايد، يعني طريقه الشغل اللي بيشتغل بيها الامينو جلايكوسايد. طيب طريقه الشغل احنا اتفقنا ان انا في النون بيتا لاكتان وان انا في الامينو جلايكوسايد الاسم الكبير بياخد الجزء الصغير من الريبوزوم، يعني بياخد ال 30 اس مش ال 50. ال 30 اس المفروض بيروح يمسك لي في ال 30 اس فبيخلي لي البكتيريا بتاعتي ما تصنعش البروتين بتاعها، وبكده يبقى هو بكتيريوستاتيك. ده اللي احنا متفقين عليه في كل النون بيتا لاكتامز. بس بصراحه الامينو جلايكوسايد مش بكتيريوستاتيك، هو بكتيريوسايد. طيب نشوف ازاي. عن طريق معادله بسيطه جدا، ان انا اتفقت ان احنا عندنا الامينو جلايكوسايد او النون بيتا لاكتامز. الامينو جلايكوسايد بتاعتها بتشتغل لي على ال 30 اس، صح، بتعمله لي انهبيشن، وبكده يبقى هو ايه ستاتيك. بكده يبقى ده المركب بتاعي استاتيك، صح، تمام. بس الامينو جلايكوسايد عندي في سميه، يعني بيسم البكتيريا، بيخلي البكتيريا تموت. يبقى انا عندي زائد توكسيستي، فيبقى الناتج بتاع ده وده ان انا عندي الامينو جلايكوسايد سايدل، يعني بيقتل البكتيريا مش بيستنى الجهاز المناعي بتاعي اللي يقتل، تمام. يبقى هو ايه بكتيريوسايدل، على عكس الباقي كله، باقي النون بيتا لاكتامز كله، تمام. تمام. تالت حاجه اتفقنا ان احنا نتكلم عليها هو الاعراض الجانبيه او السايد افكت. نشوف ايه هي السايد افكت بتاعتي. السايد افكت عندنا هو بيعمل لي مشكله في منطقتين، والله المنطقتين شكل بعض. اول منطقه بيعمل لي فيها مشكله هي الودان، تاني منطقه عندنا هي الكلى. يعني هو بيعمل اوتو توكسيستي ونيفرو توكسيستي، يعني بيخلي الانسان يفقد السمع وكمان بتعمل فشل كلوي. طب نعرف ليه برضو؟ عشان اتفقنا ان انا عندي الامينو جلايكوسايد بتاعي فيه نسبه سميه كبيره وان هو توكسيك جدا، تمام. هو عنده قابليه ان هو يمسك لي في المستقبلات بتاعه الودن والمستقبلات بتاعه الكلى جامده جدا، فالتاثير بتاعه بيبقى مهلك للمكانين دول، تمام. وكده يبقى انا عندي الامينو جلايكوسايد كمان زي التترا سايكلين ما ينفعش يتاخد للاطفال اللي اقل من 12 سنه. تالت حاجه كنا نتكلم عليها، رابع حاجه سوري، اللي هي الاستخدامات اليوزز بتاعتي. اليوزز بتاعتي بتتقسم على حسب انا هاخده ازاي. هل هاخده بالبق ولا هاخده توبيكال ولا هاخده حقنه؟ طيب مبدئيا لازم نتفق ان انا عندي الامينو جلايكوسايد القطبيه بتاعتها عاليه جدا، ما بيتمش امتصاصها من المعده، تمام. دي اول نقطه. تاني نقطه لازم نتفق عليها ان الامينو جلايكوسايد سام جدا فما ينفعش يتاخد حقن، تمام. طيب امال احنا ايه اللي انت كاتباه ده بقى؟ لا، هو ليه حاجات معينه، ليه استخدامات معينه. موضوع ان هو ما بيتمش امتصاصه من المعده، يعني ما بيروحش الدم اساسا، هو بيشتغل على الجدار بتاع المعده وبيشتغل لي على الجهاز الهضمي بس،
يعني ايه؟ يعني انا عندي الامينو جلايكوسايد لو شخص عنده اسهال بتروح وتقتل لي يعني بتعالج لي الاسهال اللي في الجهاز الهضمي. يبقى انا عندي الامينو جلايكوسايد لو خدتها بالبق انا بعالج عدوى بكتيريه موجوده في الجهاز الهضمي. طيب الحقن ازاي بقى؟ انت مش بتقولي ان هي بتسم؟ بس انا عندي في امراض محتاجه فيها حاجه قويه جدا زي الامينو جلايكوسايد تشتغل لي، فبديها له حقن اللي هم ايه؟ اللي هم تيوبركيلوزس والليبرسي، اللي هم السل والجذام. الجذام ده مرض جلدي، تمام؟ يبقى انا عندي الاستخدامات بتاعته، لو هاخده اورال يبقى انا هعالج بيه الاسهال، لو هاخده توبيكال فهو هيبقى مرهم مضاد حيوي يعني عشان لو في حروق او جروح او كده احفظها من البكتيريا. اخر حاجه عندنا الانجكشن، بيبقى في حاله التي بي اللي هي تيوبركيلوزس اللي هو السل، وكمان الليبرسي اللي هو الجذام. وبكده نكون خلصنا رابع حاجه. نشوف بقى ايه هي المشاكل اللي بتواجه لي دواء الامينو جلايكوسايد. بالرغم من ان هو دواء قوي جدا اللي بيخليني مش بستخدمه كتير اساسا، بصراحه هم ثلاث مشاكل. اول مشكله عندنا ان هو توكسيك، يعني الاعراض الجانبيه بتاعته خطيره جدا، يعني ممكن واحد ياخد مثلا دواء امينو جلايكوسايد يطرش ما بيبقاش بيسمع خالص. فدوت من اهم الاضرار بتاعته واهم السايد افكت اللي بتخليهولي ما بيستخدمش كتير. تاني مشكلة عندنا انه على الرغم من ان الامينو جلايكوسايد بتاعي دواء قوي جدا وقاتل للبكتيريا، بس ما بيقدرش يخترق السيل وول بتاعة البكتيريا. يعني البكتيريا السيل وول بتاعتها اللي هو الجدار بتاع البكتيريا صعب اختراقه من قبل الامينو جلايكوسايد. الحل بتاع المشكلة ديت ان انا بدي بتالاكتام مع الامينو جلايكوسايد. نفتكر مين هما البيتا لاكتام؟ اللي هما البنسلين والسيفالوسبون، صح؟ غير العلبة التايهة اللي في البيتا لاكتام برضه. البنسلين والسيفالوسبون، هقول مثلا ان انا هاخد البنسلين زي ما اتفقنا ان انا عندي البيتا لاكتام الميكانيزم بتاعتهم او طريقة شغلهم ان هما بيروحوا يعطلولي تصنيع الجدار بتاع البكتيريا، تمام؟ والنون بيتا لاكتام بيوقف لي البروتينات بتاعه البكتيريا، تمام؟ طيب يبقى انا هدي ايه؟ هدي بنسلين يروح يشل الجدار بتاع البكتيريا، وهدي امينو جلايكوسايد يروح يقتل لي محتويات البكتيريا. وبكده ابقى انا عملت ايه؟ حليت تاني مشكله ان انا شلت الجدار اللي كان الامينو جلايكوسايد مش عارف يدخل من خلاله دوت. بس ناخد بالنا لو انا هدي حقنه بنسلين مع حقنه امينو جلايكوسايد ما ينفعش الاثنين يتخلطوا. البنسلين هتكسر لي الامينو جلايكوسايد، يبقى من الاخر هيعطلوا بعض. فلا، امال الحل ايه بقى؟ بناخد ده في دراع وبناخد ده في دراع، هما مش هيتقابلوا جوه الجسم وهيكسروا بعض. هما المشكله ان هما يتحطوا لي في انبول واحد او يتحطوا لي في حقنه واحده بيكسروا لي بعض، تمام؟ بس ده بيتاخد في دراع وده بيتاخد في دراع، وبيعملوا الايفكت بتاعهم ايه بقى؟ الايفكت بتاعه تحفه بصراحه. طيب المشكله الثالثه عندنا اللي هي الار فاكتورز، ديت حاجات بتعملها البكتيريا بتكسر لي فيها المركب بتاعي. هناخدها ان شاء الله المره الجايه مع التقسيمه والشرايط بقى ان شاء الله المره الجايه مع رسم الاستراكشر. نشوف هنرسم المركب نفسه ازاي والمشاكل بتاعته على المركب نفسه. بكده اكون خلصت الفيديو. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب. لو حد عنده اي اسئلة يكتبها في الكومنتات او يبعتها على رسالة الصفحة. ورقة التجميعات ان شاء الله هتنزل على بيج ليكارنا على الفيسبوك، وكمان بيج ليكارنا على الانستجرام.